السلام عليكم، مرحبا بكم في عدد جديد من كاميرا كاشي. حنا هاك ضيفنا الحلقة اليوم هو الممثل بن بلال ماجد المعروف باسم باراكود. ماجد اللي جا حصة اليوم سوا ديزون اسمها علم مكشوف، مي اون رياليتي سيت اون كاميرا كاشي. حنا هاك بدون إطالة، قبل ما ندخل لازم نروح نديكيزي، ابقوا معنا باش تشوفوا حلقة اليوم. داوي غيب هالو كاميرا كاشي الشروق في بيت. من واحد من خويا شرفتنا. الله يعزك، شرف كبير لي. شكرا استاذي. بدون اطاله مشاهدينا نروحوا نشوفوا اول فيديو حاضر معنا باش تعرفوا على موضوع هذه الحلقه. مدير دار عجزه يقوم بالتعدي على واحد من النزلاء. هذا مدير؟ لا حول الله يا ربي، يعني والله اسمح لي المشاهد الكريم، يعني والله العظيم جبتني كنت ضيفك اليوم، ويا يا ربي لو كان ما كنتش في هذا الحصه، يعني كما يقول لكم ما كنتش في هذا تاع اليوم، يعني لو كان كنت باراكودا حاضر في هذا الموقف ما نسمحش لهذا الشيء. ما نسمحش بهذا الشيء، هذا لا ما نسمحش بهذا الشيء، يعني حرام عليهم. احنا وجهنا دعوة للسيد حسناوي غرطة اللي هو مدير دار العجزة ببلدية بومعروف. للأمانة فقط سيد حسناوي ما على بالوش علاش جبناه للبرنامج، دونك راح نحقوا معاه في هذا الموضوع بعد الفاصل سنواصل. سيد مدير ماكش كامل على بالو وسليم يدير هالو. السلام عليكم. عليكم السلام، تفضل تفضل. السيد حسناوي يغرطة مدير دار العجزة لبلدية بومعروف، مرحبا بك. الله يحفظك، بارك الله فيك، يا ربي يحفظكم إن شاء الله، بارك الله فيكم. قل لي سيدي أنت شحال عندك وأنت مدير لهذ الدار؟ يعني راني منذ 2000 سنة 2015، نهاية سنة 2015 أنا مشرف على هذا. كيفاش التعامل بينكم وبينها بين الناس اللي في دار العجزة؟ يعني الحمد لله ما عندناش، ما كان حتى مشاكل، يعني الحمد لله، يعني كاين بعض النقائص. يعني اسكو تعتبروهم كيما ماليكم؟ اسكو بيان سور، هذه حاجه مفروغ منها، هذه راهم كيما نقولوا في عوض بوياتنا وامهاتنا، هما يعني محرومين من حنان الابناء تاعهم. ما ظنيتش يعني اسكو شاف يعجز لسان عن النطق وبأي لسان أنطق. لا حول الله يا ربي، لا حول الله، الله يهديك. ولو كان نقول لك سيد حسناوي عمي سعيد. ايه عمي سعيد دار العجزة لبلدية بومعروف. ايه عمي سعيد، عمي سعيد اللي كان معنا هنا، كان معنا يعني في دار العجزة، يعني جا بنو داه، يعني راه مشى من المركز، يعني مشى من المركز، هو عند ولاده نوجه له رسالة بهذا. راه يفتقد الحنان اللي كنتو بالك تبدوه له، يعني ما كانش كيما يكون عند ولاده. على كل حال عمي سعيد نزيل منذ أكثر من 6 سنوات، وجاو الأبناء ديالو وخداوه، يعني خرجوه من دار العجزة. سلام. حاضر معنا في البلاطو، تفضل عمي سعيد. مشاك عمي سعيد لاباس؟ تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك عمي سعيد. عليكم السلام. برك الأستاذ قال لك سلم عليك. جينا عاد بيتنا حلوا كسائر البيوت أبي. شكرا استاذي، تفضل عمي سعيد. قبل ما نولي ليك ونولي للسيد حسناوي، احنا كنا جوزنا واحد لا فيديو شفتها انا والضيف ديالي، وسير ماما باش تشوفوها انتوما ونتكلموا اكثر. يلا الفيديو الحصري لبرنامج المكشوف مدير دار العجزه. هذا 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 تبان لي في فيديو مفبرك، هذه التعاملات هذو جامي كانوا في المركز تاعي. ضربنا ضربنا سبيتنا ما خليتناش، خليتنا للشر، خليتنا للشر. عندك شرايا هضرنا، اسمع يا ولد، خليتني للبرد وانا مريض. من فضلك اسكت اسكت اسكت.
يا استاذي هو قال لك ربي شوفوا يا جماعه استاذ تفضل ها. تفضل استاذ عيطوا لي سكيورتي ها هدف لي بالقتل هذا هو قال ربي يا باركودا باركودا ربي خرج باغي روح امشي انت روح 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 نحكي معك روح 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 نحكي معك وش تحكي معايا روح نحكي معك روح اروح حمبوك ديني ولده ديني ولده حمبوك حيخرجوه تاش يا حتى تاش يا لا راني خارج انا راني خارج ومخرج لا 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 هو خرج لك راسك معاه انا هو يخرج خويا هو يخرج هو يخرج تفضل تضرب لي حمبوك روح نهضر يا وراك باغي تضربني ما نضربكش ها ما نضربكش واجب لي ما ضربنيش لا هاو باغي تعدى عليه هاني جاي نهضر معاك نقول لك هذا اروح دير انا وياك سيلفي ضروري اروح دير انا وياك سيلفي اخا عنقني يا استاذي ريح لا 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 يا ولي شكي بيكم هاك تسمع فيا يا استاذي الى كان عندك باراكودا 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 احنا خربنا احنا يا اخي قلت له لا وش بيك يا سيدي تبعني انا في ظهري عم باك تخلعني ها وش قلت وش هددتني بالقتل هاك هددتني بالقتل هاك هددت فيا بالقتل اخرج 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 هددت فيا بالقتل عند له سهله اقلع يدك اقلع يدك لا 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 وش راك باغي برا خويا لا لا هاك باغي تضربني هو قال لك ربي هاك باغي راك باغي تضربني اصبر صاي 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 هاك باغي تضربني هادي هو قال لك ربي خليني نكمل انا نكملوا لي ميسيون خليني نكمل قبل ما نكمل لي ميسيون خليني نكمل هو قال لك ربي الحقار تمني يا الحقار لا سهله جاتك سهلة تضرب سيد ما ضربتهاش انا وين ضربتها اديني ولدها انا ودير روحك باللي ضربته هو نروح اروح ضربني اروح ضربني انا اروح ديلي حار ديلي ربح كيما قلت لي اروح نجيب واحد قدامك واش دير اروح عبي ساعد اروح 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 حسبي الله ونعم الوكيل من فيك فيك انت لا لا فيك انت يرحم الشوابين يرحم الشوابين ها هو خر مالك ها هو خر ها صاحبي فيك انت حسبي الله ونعم الوكيل خليه يتكلم شويه ويقولي يرحم الله ما يجي هو الروح انا لا 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 ما يجيش ما يجيش باسكي ما يجيش يا من فضلك باركودو عليك الحمد لله تاميل عفوك بديتني في بحر جبني الموزة مدهيك بزاف عشان يموت عليك صوت مصريقة حر عليك سالم عايز تهرب لك عايز تهرب لك عندك عامل تهرب لي يا خوف
الامريكا تفخلي تليفون قالهم كاميرا كاشي وين ولد لافوا وين ولد مشكيت وين اقسم لك بالله تعرف لافوا تاعك تعرف لي بلي نبغيك وين قلب القلب نبغيك خويا العزيز هاك تعرف خويا شي قحر على بالي جيتني في بحر غامق جيتني في بحر غامق سليم جيتني في بحر تاع الوالدين جيتني في بحر عما تخرج لي فاش ما كنتش مكونسونطري في والله ما كونسونطريتش في البيرسوناج تاع سليم قد ما تاثرت نستعرف بك ربي يحفظك خويا الفيديو الاول هذاك صح هذاك دار في فيسبوك الفيديو هذاك دار هذاك انا صدقني على شاك فوا نشوف نبكي باسكو كيما قلت ما نبغيش ما نبغيش هاد الصوالح يصرو لوالدينا سليم ربي يحفظك يحفظك يعطيك الصحة اخويا مجيد بارك الله فيك مشاهدينا الكرام كان معنا في حلقة اليوم مجيد بارك الله خويا يعطيك الصحة عاد مجيد بن بلال هكذا الله يعطيك الصحة يعطيك الصحة خويا حنا اترافيغ كيما نقولوا اللي كاميرا كاشفة هنا عندنا دي ميساج اللي حكوهم ماذا بينا تقولنا الميساج اللي فهمتو يا خويا الميساج ونوجهوه للناس المعنيين كيما نقولوا يا خويا نطلب كيما يقول لك الأولى من السلطات يعني المحلية والسلطات المعنية يراعوا كيما يقول لك يشوفوا بعين المراعاة لهاد الشيوخ وهادو هنا يعني ماشي حاجة بالساهل يعني كيما يقول لك لكن نضيعنا الشباب ونضيعوا العجائز كيما يقول لك شوفوا بعينهم ويعني ونشوفوا هادو اللي يحطوا والديهم في دار العجائز وكاع منا ربي يهديكم ربي يهديكم الناس يكونوا ملمومة ان شاء الله الله يجعل يلم شمل كل الجزائريين يعني كل أسرة جزائرية بارك الله فيك يعطيك الصحة تفيق حر على مجيد ربي يحفظك مجيد يعطيك الصحة دونك مشاهدينا الكرام كان معنا في حلقة اليوم عبد المجيد بن بلال المدعو معروف بارك ودا ضيف حلقة اليوم نضربكم موعد غدوة إن شاء الله في نفس قناة شروق وفي نفس الوقت سلام